أصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء أيضا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل البرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في نشاط الرياح على بعض المناطق، وهو ده اللي هيزود الإحساس ببرودة الجو. تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة هنعرفها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وبقالنا يومين حاسين من انخفاض في درجات الحرارة، طمنينا هيفضل الانخفاض مستمر معانا لحد إمتى؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذه الأيام بنشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، والانخفاض ده يعني متوقع أنه يستمر معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. عظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون 22 درجة مئوية، وده طبعا أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، لأن احنا خلال هذه الأيام بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادم من جنوب أوروبا وبرودة البحر المتوسط. ده بيؤدي بشكل كبير لانخفاض قيم درجات الحرارة، وإحساسنا فترة النهار بالأجواء المائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات السواحل الشمالية للبلاد، أجواء دافية بشكل كبير في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد. ده بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في درجات الحرارة. صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية، وده كمان بيكون في القاهرة الكبرى، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، حتى كمان المحافظات اللي بتكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة أكثر. أجواء فترة الليل أجواء باردة في معظم المحافظات، وخاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. كمان اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي كانت شبورة مائية خفيفة تلاشت مع سطوع أشعة الشمس. يمكن هي الشبورة المائية تدريجيا كده في فصل الربيع هنبدأ نحس إن كثافتها بدأت تقل، تأثيرها ما بقاش بالشكل الكبير زي فصل الشتاء أو فصل الخريف، فبالتالي مش بتأثر تماما على حركة المرور، لكن بتأدي طبعا لفترات طفيفة في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر. كمان اليوم متوقع مع فترات الليل تبدأ فرص الأمطار تكون موجودة بشكل كبير على المناطق الغربية، أقصى غرب البلاد هيكون عليها فرص للأمطار الخفيفة، عشان بكرة الحد إن شاء الله هنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيساعد المنخفض ده على زيادة كميات الأمطار في معظم المحافظات. فبكرة الحد متوقع أمطار متفاوتة الشدة في محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بتختلف طبعا كميتها من محافظة للتانية، وهي حالة جوية سريعة كده هي تكون يوم الحد. ومع يوم الاثنين تستقر الأحوال الجوية مرة أخرى بشكل كبير، ومتوقع إن شاء الله مع يوم الثلاثاء اللي جاي يكون في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ويمكن الارتفاعات دي تكون ارتفاعات ملحوظة. عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المواطنين زي ما احنا ملاحظين الفترة دي من السنة هي فترة التغير الكبير في قيم درجات الحرارة في اليوم الواحد وأيضا في الأسبوع الواحد، هنلاقي ارتفاعات وانخفاضات. التذبذب الكبير في قيم درجات الحرارة ده ممكن يسبب نزلات البرد، فمهم جدا بننصح كل السادة المواطنين عدم تخفيف الملابس وخاصة فترات الليل حتى فترة الصباح الباكر. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بكرة لحد إن شاء الله في بعض الأماكن هيكون عليها بعض الأتربة والرمال المطارة، هيكون في نشاط رياح في بعض الأماكن يحسسني بالبرودة. الأتربة والرمال المطارة هتبقى موجودة في بعض الأماكن وأهمهم طبعا شمال محافظة البحر الأحمر، فطبعا اهتمامات إن الفترة دي كمان فترة الربيع بيكون الأتربة والرمال المطارة وأحيانا رياح الخماسين بتبقى موجودة. كنت لسه هسألك على فصل الربيع، أهم المظاهر الجوية اللي احنا بنتعرض لها على مدار الفصل ده بتكون عبارة عن ايه؟ هو طبعا فصل الربيع دايما مشهور هو بتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ان احنا نلاقي تغير كبير في حالة الطقس من يوم للتاني، ان احنا نلاقي الظواهر الجوية او الفصول الجوية الاربعة في اليوم الواحد ده بيبقى موجود بشكل كبير في فصل الربيع.
معروف فصل الربيع كمان برياح الخمسين والمنخفضات الصحراوية أو المنخفضات الخمسينية اللي بتبقى موجودة في الصحراء الغربية، مع أي سرعات رياح بتبدأ الأتربة والرمال المطرة تبقى موجودة بشكل كبير. إحنا أغلب الأيام في فصل الربيع أيضا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، عشان كده بنحس بالبرودة فترة الليل بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة فترة النهار. عندنا النصف الأول من فصل الربيع أغلب أيامه بتميل إلى الأجواء الشتوية، النصف الثاني من فصل الربيع أغلب أيامه بتميل إلى الأجواء الصيفية. إحنا في فصل الربيع كمان بنسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام كله، لكن ما بتبقاش محسوسة بالشكل الكبير زي فصل الصيف بسبب طبعا انخفاض نسب الرطوبه، لان احنا بنقول معظم الكتل الهوائيه في فصل الربيع طبعا بتكون كتل هوائيه صحراويه، فالنسب الرطوبه فيها بتكون منخفضه. كمان احيانا بينشط منخفض السوداني الموسمي، وده اللي بيؤدي لفرص الامطار اللي بتبقى موجوده في محافظات الصعيد او سلاسل جبال البحر الاحمر. وطبعا في النص الاول تحديدا كمان من الربيع بيكون في لسه فرص امطار في المحافظات الشماليه. أشكرك في النهاية شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 22 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 22-14، إسكندرية 20-13، والعلمين الجديدة 19-13، مطروح 18-12، ودمياط 19-12، بورسعيد 20-12، والإسماعيلية 23-13. هنروح لسويسرا العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 21-12، كاترين 15-8، وطابة 23-15، حلايب 25-17، وشلاتين 27-16، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-16. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22-12، الوادي الجديد 27-11، وأسيوط 23-11، سوهاج 25-13، قنا 27-14، الأقصر 28-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لبسانتو مصطفى نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. شكرا.